السلام عليكم، معكم فاطمة زهرة جواد. فأيدي من القرار هروس 2019 من جنة مراكش. مرحبا بنا معكم في هذه القناة، ومرحبا بكم معنا. المهم اللي ما غنجاوبكم على بعض الأسئلة ديالكم في هذه القناة اللي بزاف الناس كيسولوا لينا، ونبدأ على بركة الله. تعرفنا في واحد الحفل المدرسي اللي جاو فيها من المنظمين ديالو في سنة 2012، ومن تما حنا كنعرفو بعضياتنا في 2020. صراحة أول واحد كان هو جاي. أنا ما عقلتش. أنا والله ما عقلت. ولكن السخان جاي. ولكن السخان جاي. بس قلت لك تهلك. وشنو السر؟ ما تقولش لي ما كتبتش ليا. هو كتبتها فاطمة الزهراء، والسبب هو الناس ما مقلقهاش وصل. بالظبط. واش جواد شي مراسم اليوم ما جاوبتوش؟ صراحة شي ضروري تكون واحد المراسم اليوم ما جاوبتوش، يا إما ضروري ما يمكنش تكون جاوبت ديما. هادي كاينة، عارف كلشي معايا كاين وجه. واش صدق ليكم تفرقتو شنو السبب؟ لا صراحة ما عمرنا تفرق، ما عمرنا تفرق، ما عمرنا غادي نتفرق. آخر مرة بكيتو فيها؟ آخر مرة بكينا فيها شي شهرين هادي. أكثر حاجة كتعصبكم؟ صراحة أكثر حاجة تعصبني في كجاوة ولا لا كتعصبكم؟ أنا قصحي طراس. أنا أكثر حاجة تعصبنا يا بنادم ما تتصنتش تيدير داك الشيء اللي بها راسو. صراحة أنا راسي قاسي تيدير داك الشيء اللي بها وش هو دابا راسو قاسي. أسمعي الحاجة درتوها ندمتي عليها. ثقة نية ما عرف ما نزلش بين جنالي صح الجنالوية ما نزلش حاجة لا ما عدنا تشينا في بيت سالة داخلتي شينا وقت بلا ما يجبتنيش. واش عمرك فقدت الأمان؟ فقدت الأمان وفشلت ولا ما فقدت الامل في عجل قد ولكن ما فشلناش. فقدنا الامل في البرايم تاع العروسة الثاني كنا صافي كنا خارجين فقدنا الامل سبحان الله العظيم ولكن ما فشلناش حيت هادي كانت ضربة هاديك اللي في قاتنا قلت لك هاديك ضربة قوية في قاتنا اننا نكونوا نعرفوا راسنا كنا علينا نخرجوا هاديك الضربة هي اللي في قاتنا نسيت انا كاع كنا غادي نخرجوا البنات يتفرجوا اللي كانوا يتفرجوا في البرايم الثاني فاش كنا بقينا مع الكوب الاخر بقى لنا سؤال فاصل حنا فقدنا الامل قلت فاطمه زهرا صافي كاين شي حاجه ما قالوش ولكن الحمد لله الخير ما اختار الله ارزق تنشكروا القناة تاع لالا مهروسة على هاد المبادرة الزوينة اللي دارت معنا وحنا فرحانين لأننا حطينا هاد لافيديو في القناة ديالها وكنتمناكم خفاف على قلوبكم وشي كلمة ليا وشي كلمة لجواد كلمة ليكم حنا كنبغيكم بزاف وحنا خدمتكم عليا وبقاو في داركم إن شاء الله يتحيد هاد الوباء يا ربي آمين كل شهر مبارك الله يسر الجميع وكل واحد يعطي راك نيتو شكرا ليا جواد أمريكا ترجمة